كابتن ابراهيم. طبعا بالنسبه زي ما قلنا الفتره الاولانيه لا الغاء للدوري، انت بتدي ثلاث اسابيع او اربع اسابيع لفتره اعداد مكثفه بحيث تلعب بالدور الثاني من تمام. اذا لا الغاء على الاقل ثلاث اسابيع لا الغاء. اولا هيجنبك مشاكل كتير قوي، هيجنبك مشاكل الصعود والهبوط في الدرجات الاولى والثانيه والثالثه، مين اللي هيصعد، وانا شايف مطالبات منهم دلوقتي الدرجه الاولى يقول لك صعد الاول الدرجه الثانيه يعني طلع الاول والثاني ويبقى ست انديه زائد ومفيش هبوط في الدوري الممتاز، يبقى ست انديه ويبقى 24 نادي ونلعب السنه الجايه 24 نادي. طبعا ده كلام مش مظبوط لان في لو حاططها اتحاد الكوره يعني حضرتك مش مع هذا، اصل ده مقترح هو مش مظبوط، هو من وجهه نظري لا انا طبعا الله يكون في عونهم طبعا الموارد قليله جدا اذا ما كانتش ضعيفه يعني والمصاريف عندهم كتيره، الفنادق والاكل والانتقالات وعقود اللعيبه، فهم من المنطلق ده بيطالب انهم فرصه انهم اول او ثاني يعني انهم يطلعوا الدوري تاس، فيبقى نستكمل الدوري لانه اولا هيجنبك مشاكل كتير جدا جدا. بالنسبه للموسم اللي جاي طبعا الدوري ده ممكن اعمل كل يعني جمعه واثنين وجمعه زي ما بنعمل في القطاعات بتاعه الناشئين والشباب. انا يعني حضرتك مع مقترحك ايه اللي لازم نستكمل الدوري ده لازم ازاي بقى؟ انا بقول اهو هنعمل فتره اعداد تقريبا ثلاث اسابيع لشهر هنعمل في الشهر جمعه اثنين جمعه بحيث يلعب كل اسبوع ثلاث ماتشات، يبقى هنلعب في الشهر ست ماتشات احنا ناقصنا في الاسبوع ثلاثه كل اسبوع ماتشين يبقى في خلال ثلاث اشهر هتلعب ال 18 ماتش بتوعك في ثلاث اشهر، هندي شهر زياده اذا كان في ارتباطات مع انديه هيكمل افريقيا الكونفدراليه البطوله العربيه شهر. يبقى القصه دي هتخلص في 14. تمام. بالنسبه للسنه الجايه احنا المفروض ان الدوري بيتعمل هوم واوي، ماتش بره ماتش جوه على اساس ان تكافؤ الفرص. مظبوط. مفيش انديه عندها ملاعب اصلا. طب في تكافؤ الفرص، عندي اقتراحين بالنسبه للسنه الجايه، انت ممكن تعملها مجموعتين، النوادي الفرديه تبقى مع بعض والنوادي الزوجيه تبقى مع بعض، يبقى في هنا تسع نوادي او 10 او 8، وبعدين يلعبوا من دورين، وبعدين هتاخد الاربعه الاولانيين من هنا والاربعه الاولانيين هنا بيلعبوا من دور واحد، تطلع الاربعه الاولانيين، السته اللي تحت يلعبوا مع بعضهم بحيث يطلع الناس اللي هيهبطوا، يبقى انت كده كمان في خلال خمس ست اشهر خلصت الدوري وقللت عدد الماتشات وسبت فترات لارتباطات المنتخب الاولمبي لانه عنده الدوره الاولمبيه، يبقى انت اديتهم الفتره المناسبه ليهم، اديت فترات معينه للمنتخب مصر عشان يستعد لكاس العالم والافريقيا، فانت كده في حاجات استثنائيه يا ابو كباتن لازم تتعمل، والظروف الاستثنائيه دي لازم القرارات لازم ننفذها ولازم نلتزم بيها، ما يبقاش كل واحد من النوادي، وانا طبعا يعني الله يكون فيهم يعني طبعا انا معاهم طبعا في المشاكل اللي عندهم، ما يبصش لمصلحته الشخصيه، في مصلحه بلد دلوقتي، المنتخب الاولمبي داخل معترك جامد في اليابان، في منتخب مصر داخل، فيبقى المصلحه العامه لازم تتبص لها الفتره اللي جايه السنه اللي جايه، يبقى لازم زي ما بقول لحضرتك الدوري يستكمل، هيجنبك مشاكل كتير جدا، السنه الجايه في ظروف استثنائيه هتعملها دوري من مرتين او دوري من مجموعه واحده زي 18 بس يلعبوا من دور واحد، ما يلعبوش دورين، يلعبوا من دور واحد، ومفيش هوم اوي، مفيش حد بيلعب على ملعبه، وتعملها برضه نظرا للظروف اللي احنا فيها، ممكن تعملها من غير جمهور، ما احنا بنلعب من غير جمهور، فمش جديده علينا. مش جديده علينا لا. تلعب من غير جمهور وكده برضه هتقلل التعاقب الماتشات وهتحلل الاصابات بتاعه الانديه، النوادي هتقدر تلتزم بالعقود بتاعه لاعبتها، والراعي هيبتدي ينفذ، والتلفزيون يبتدي برضه يغذي النوادي بالفلوس، والدنيا كلها هتبتدي تمشي بقى، ربنا يسهل ان شاء الله ونخلص من الوباء ان شاء الله باذن الله، والدنيا كلها تمشي السنه الجايه.